أهلا بكم، معكم نورس علي، ونستمر مع دروسنا حول نيكست جي اس وحول مشروع الريسيبي. اليوم موضوع اليوم سيكون سيرتشنج وفلترنج، بمعنى آخر إضافة خاصية البحث للموقع زائد خاصية أو مميزات الفلترنج، يعني الفلترة يعني التصفية. فنريد عرض النتائج حسب معايير فلترة أو تصفية معينة. ستتعرفون أكثر عن هذا الموضوع خلال الدرس، ربما هذا الفيديو وأيضا الفيديو القادم، أو ربما نغطي كل شيء في فيديو واحد. فسنرى طبعا كالعادة قبل البدء بالدرس أذكركم بالأشياء التي نحن نقوم بها. فإذا بداية عليك أن تذهب لصفحة مسار نيكست جي اس، هنا يمكنك أن تتعلم أكثر عن خطوات المسار، معلومات المسار، ما الأشياء التي ستدرسها خلال هذا المسار، فيكون الموضوع واضح بالنسبة لك وتقرر هل تريد الاستمرار معي مثلا، هل تريد البدء معي بتعلم المسار، أم هذا الشيء لا يناسبك. فأنت تقرر بناء على هذه الصفحة. فأدعوكم جميعا، وخصوصا إذا كان هذا الفيديو أول فيديو تشاهده لي، فاذهب لهذه الصفحة وتصفحها، وثم قرر إذا أردت التعلم معي أم لا، أو تعلم هذا المسار أو أم لا. الموضوع الثاني أن التعليقات، أغلب التعليقات مغلقة في قناتي حتى لا يتم التشويش على موضوعات على موضوع الفيديو. فعادة تكون التعليقات يعني ليس لها علاقة بالفيديو، أو تعليقات ليس لها معنى، فبالتالي أنا يعني فكرت أن أغلقها وتم إغلاقها. لكن يمكنكم مشاركة آرائكم ومشاركة أسئلتكم واقتراحاتكم من خلال المنشور الموجود في صندوق الوصف. اذهبوا إليه، هذا هو المنشور، وضيفوا أسئلتكم هنا، وأي تحديث خاص بهذا المسار سيكون هنا في موجود، سأقوم بإضافته هنا. فاذهبوا لهذا المنشور واكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم. فإذا حان الوقت لكي نبدأ، تكلمت لمدة دقيقتين، هذا مزعج للبعض، فدعوني أتوقف ونبدأ بالدرس فعليا. فبداية الشيء الذي نريد إنشاؤه، نريد إنشاء كما قلت كومبوننت خاصة بالفلترين. دعونا لا نفكر كثيرا، فورا نذهب للكود ونبدأ بالإنشاء. فأنا أريد إنشاء كومبوننت خاصة بالفلترينج، فإذا بمجرد كومبوننت سأنشئها، فسأسميها سأفتح ملف جديد بكومبوننت سأسميه فلتر بوكس، هكذا سأسمي هذه الكومبوننت. لهذه الكومبوننت سأنشئ لهذه الكومبوننت سأنشئ ملف مسجز خاص بها. فإذا import messages from مسار واحد للأعلى messages، وس filter box سأسمي messages filters مثلا .js، هكذا سيكون اسم الملف. أيضا سأنشئ ملف خاص بالstyles والذي سيكون اسمه طبعا مسار واحد للأعلى وstyle، وسيكون اسمه filter .module.css، وثم سأقوم بإنشاء الكومبوننت التي أحتاج عليها هذا الموضوع، فاسمها سيكون أيضا فلتر بوكس، فسنسميها فلتر بوكس. وهنا سنقوم بريتيرن ديف مثلا بداخلها H1، سأغير هذا، وبداخلها فلترينج، هذا سيتم تغييره. وأعتقد هذا فقط، سأقوم بتعليق هذا مبدئيا لأن هذه الملفات غير موجودة الآن، وسأضيف هذا الفلتر بوكس حتى يظهر هنا في أدنى العنوان، هنا أريد إضافة فلتر بوكس. فبكل بساطة سأذهب لبيجز إندكس، ومن بيجز إندكس سأقوم باستيراد الفلتر بوكس، فلتر بوكس وهو موجود بكومبوننت فلتر بوكس، والفلتر بوكس هنا سأضع فقط، سأكتب هنا فلتر بوكس هكذا فقط، يعني ليس شيء يعني صعب. فإذا ها هو الفلتر فلترينج، فإذا هنا سيكون للمستخدم مجال أن يبحث وأن يقوم بأي شيء خاص بالتصفية. لنقوم بإضافة شيء له معنى فعليا. فإذا بداية هنا سأضيف بالديف، هنا سأضيف ستايل أو كلاس نيم عفوا، يعني فكرة الكلاس نيم ليست فقط يعني الآن هي عنصر جمالي، أيضا عنصر نوعا ما تنظيمي، يعني عندما أنظر أن الديف لها كلاس كونتينر فأنا أفهم ما الشيء الذي يجري هنا، أن هذه عبارة عن كونتينر. وهنا
سأقوم بإنشاء دب أخرى وسأعطيها class name style section، لأننا سنضيف أكثر من عامل للتصفية، يعني البحث حسب الوجبة مثلا، البحث حسب المدة، البحث حسب التاريخ، البحث ترتيب تصاعدي، ترتيب تنازلي. فإذا كل واحدة منها سأعطيها section، وهنا سأضيف paragraph tag، وهذا الparagraph tag سأعطيه أيضا style section title. وهنا سيكون سأضيف مسج الآن بداخل مجلد المسج، سأسمي هذا المسج filter by date، لأننا سنبدأ بالفلتر حسب الديت. وهنا سأضيف بطن عادي هنا، وسأضيف له messages filter by date ascending، وسأكررها filter by date descending، هكذا descending. فإذا ممتاز، ففعليا أنا قمت بإنشاء هذا الموضوع، لكن messages لم يتم تعريفها. فإذا لنذهب وننشئ ملف بالمسجز اسمه filters.js، وكما اتفقنا آلية صنع المسجز سهل جدا، messages object، وتقوم باكسبورت ديفولت لهذه الاوبجكت. انتهينا. الآن لدينا هنا filter الأولى filter by date، ولدينا أيضا filter by date ascending، ولدينا filter by date descending. بالنسبة للفلتر باي ديت هنا سنكتب التصفية أو الترتيب حسب التاريخ، وبالنسبة للأسندينج الترتيب من الأقدم إلى الأحدث، وبخصوص ديسندينج ستكون الترتيب من الأحدث إلى الأقدم. وربما يعني تكون جملة أفضل أن تكتب جملة أفضل كما قلت أن تكتب الترتيب الأقدم أولاً أو الأحدث أولاً، يعني هذه الجملة تبدو أفضل نوعاً ما. فإذا ها هو الملف، إذا عدت إلى هنا وقمت بالتحديث يفترض، طبعاً هذا ليس داعي هنا أن نكتب filters، ملف styles ما زال غير منشأ، فسنقوم بإنشائه styles filter.module.css، وهنا فقط سنضيف container و background red حتى نراها، بعد قليل سنحسن الموضوع، لكن دعونا نرى ما النتيجة. فإذا لاحظوا النتيجة، ها هي الترتيب حسب التاريخ، ترتيب من الأقدم للأحدث، الترتيب من الأحدث للأقدم. فإذا ممتاز. هل نضيف بعض من الستايلينج؟ ما رأيكم؟ نضيف بعض من الستايلينج حتى نجعل هذا يبدو بشكل أفضل، وثم نكمل. فإذا الآن أنا بملف الستايل خاص بالفلترينج. الآن بخصوص الكونتينر، فأنا أريد أن يكون الباك جراوند جراي تقريبا، والماكس ويث 60%، بالنسبة للمارجن سنجعله 1 رام أوتو يتوسط، وبعدنا البادينج يعني نصف رام، وبوردر راديوس 10 بيكسل. فإذا كيف يبدو ذلك؟ ستجدونه في الخلفية. فإذا هاو لا بأس، جيد. بخصوص سأضيف بعض من الميديا كويري هنا، إذا كانت الشاشات يعني صغيرة فالماكس ويث 60% لا يبدو شيء جيد، فعليك أن تغيره. فإذا كان الماكس ويث 70 بكسل، فستحتاج 700 بكسل طبعا، ستحتاج الماكس ويث أن يكون مثلا 95%. لدينا أيضا ماذا ما هي الستايلات لدينا؟ لدينا section و section title. فإذا بالنسبة للsection فسنضيف له border bottom 1 pixel، ويكون منقط يعني، وسنعطيه اللون secondary، وبعدنا البادينج أيضا. فإذا بادينج bottom حتى لا يلتصق البوردر مع الكونتنت. فإذا الآن ستروا ذلك. فإذا ها هو ممتاز. الموضوع الثاني هو section title، عنوان السكشن يعني الترتيب حسب التاريخ، ترتيب حسب الوجبة إلى آخره. فإذا section title سنعطيه margin bottom 1 rem، وكذلك للtop. والآن للsection button الأزرار التي سيتحكم من خلالها بالترتيب، فسنجعلها هنا display inline block حتى تأخذ style الانلاين وستايل البلوك.
سنمسح ال border وال outline مثلا border none. ال background عفوا background سنجعلها white. سنضيف بعدنا المارجن مساحة مسافة حول الزر. سنضيف بعدنا الراديوس للزر وسأمسح التكست ديكوريشن لأنني بعد قليل سأحول هذا للينك. وأيضا color سأضيف الكلر أن يكون أسود تقريبا. وبعدنا transition لأن الآن سنضيف hover فإذن is and جيد. فإذن الآن لل section button hover فإذن سنجعل هنالك cursor pointer وأيضا سنضيف بعد البوكس شادو. والآن سأريكم ماذا يعني ذلك. 1 pixel 1 pixel horizontal vertical وبعض من الانتشار 7 pixel و black. فإذن الآن لنرى كيف يبدو هذا. فإذن لاحظوا لم يتغير شيء والسبب أن لابد أنني يعني أسميته بطريقة خطأ. لابد بالذلك. فإذن نعد إلى هنا. طبعا أنا لم أعطيه class أصلا. فإذن هنا class name سيكون style section button هنا ونفس الشيء. إذا قمت بالنسخ واللصق ولصقت هكذا جيد. فإذن الآن سترى التغيير. فإذا ها هو. فإذا لاحظوا هكذا. ربما يحتاج بعضنا البادينج. أنا لم أضف البادينج للسكشن بوتن هنا. فإذا دعوني أضيف بادينج. فإذا بادينج يكون على الجوانب أو أعلى أسفل نصف رام وعلى الجوانب 8 رام. طبعا هذا هي الموضوع عندما تعطي البادينج على الجوانب أكبر من توب بوتوم هذا يعطيه شكل مستطيل فيبدو أجمل. فإذا ها هو. لاحظوا عندما هذا البوكس شادو يحدث عندما أنا قمت بالتحويم أو الهوفر حوله والفكرة أن هذا التأثير يحدث ببطء سببه أنني أضفت لترانزيشن. فإذا هذا درس CSS إذا كنت تريد أن تعرف كيف يحدث ذلك. فإذا ممتاز. فإذا انتهيت من هذا الموضوع. فإذا هذا كله يمكن أن أضعه بكومبوننت خاصة حتى يسهل علي إدارة هذه الخاصية لأن هذه الخاصية طويلة جدا. الفلتر بوكس سيكون فيها الكثير من الأشياء فيمكن هنا أن أقوم بتقسيم ذلك. فإذا أكتب فلتر باي ديت جيد وهنا أنشئ كومبوننت أسميها فلتر باي ديت وهنا ريتيرن ومن الريتيرن أقوم بريتيرن هذا كله واضح. طيب الآن هنا طبعا نعود حيث كنا بداخل الدف هذا أمسح السيمي كولون هنا بداخل الدف أكتب فلتر باي طبعا هذا لن يختلف شيء نفس الشيء لن يحدث أي مشكلة. سأحول هذه الأزرار هذا التي لدي لللينك next link وهذا لينك وهذا لينك وهذا لينك ولا أنسى في الأعلى أن أقوم باستيراد هذا اللينك فإذا import link from next link جيد. عندما نقرأ على هذا اللينك فعليا أنا أريد أن يتغير الكويري يعني هنا مثلا لينك هكذا جيد وقمت بإضافة href هكذا والمسار الرئيسي هو السلاش أو جذر الموقع. أيضا يمكن أن أضيف كويري أعتقد هذه تعلمناها في الدرس الماضي صحيح هل تذكرها أم لا. ففكرة أن فقط أن اللينك هنا الهرف يمكن أن تكون object والكويري يمكن أن تزودها بأوبجكت. نعم استخدمناها بالباجينيشن عندما مررنا البيج هنا بداخل الكويري. طبعا هنا نحن سنمرر أيضا سنمرر شيء آخر هنا والذي هو السورت. فنحن سنقول إذا قام الشخص بالنقر على الزر ما اسم هذا الزر الزر ascending فاجعل السورت ascending. Ascending يعني تصاعدي ويعني من الأقدم للأحد. ونفس القصة بالنسبة لللينك الثاني هنا نفس القصة. فإذا سنكتب هنا href وهنا سنكتب المسار الرئيسي هنا وهنا سنكتب السورت أو الكويري عفوا سيكون هنا كويري كويري سورت سنجعلها descending. Descending يعني تنازلي يعني من الأحدث الأقدم جيد. هل هنالك مشكلة؟ لا يوجد أي مشكلة. فإذا الآن مجرد أنني أقوم بالنقر على الترتيب من أقدم لأحدث لاحظوا ما الشيء الذي سيتغير في الرابط في الأعلى ترتيب أقدم أحدث. لاحظوا أضاف sort ascending أضاف query لل URL. طيب لو
ممكن ننقل على ترتيبنا الأحدث للأقدم، ما الشيء الذي سيحدث؟ طبعا أضاف كويري، لأن ربما أنا كتبت بشكل خاطئ هنا، طبعا أضفت كويري بداخل كويري، أعتذر، هذا ليس الشيء الصحيح. مرة أخرى، إذا قمت بالترتيب من الأحدث الأقدم فنلاحظ سيكتب sword descending. طيب ممتاز، هذه الأشياء التي مررتها لليورل يمكن أيضا أن أمررها لجهة سترابي، وسترابي ستقوم ب يعني بأخذها في عين الاعتبار وإرسال لي النتيجة حسب هذه المعايير. وهذا الشيء إذا أردنا أن نتعلم عنه فعلا، فدعوني أجلب الصفحة الدوكيومنتيشن حتى أريكم إياها. هذه صفحة الدوكيومنتيشن من سترابي، فسترابي تقول لنا أن يوجد بعض من العوامل هنا، أو لا أعرف ماذا اسمع هذا، أو operation أو operator، يمكن أن أقوم بإرسالها بالـ API الخاص بي أو بالرابط، وسترابي ستعيد لي النتيجة. فلاحظوا لدينا شيء اسمه equal case insensitive، لدينا not equal، لدينا less than، greater than، كل هذه الأمور contains not contains وهذه الأشياء، وأيضا لدينا and operator و or operator، وهذه الأشياء يمكن أن نرسلها عبر الرابط. فنلاحظ بسترابي هنا مثلا قام ب API users ثم question mark filters باليوزر نيم، اليوزر نيم equal John، فإذا يجب أن يرسل لي John. فنلاحظوا يعني هذه الطريقة يمكن نحن أن نستخدمها بطريقة أن نرسل لسترابي كويري باليورل يحتوي المعلومات التي يدخلها الشخص الخاص بنا، أو الشخص يعني أقصد الزائر الخاص بموقعنا، أن يكتبها مثلا descending، ترتيب descending ascending، سيظهر هذا بالرابط، هذه الأشياء بالرابط، فورا نرسلها لسترابي، سترابي ستفهمها وترسل لنا النتيجة بنفس هذه الطريقة. فعليا نحن بهذه الخاصية الترتيب وترتيب الريسيبي سهلة جدا، فقط علينا أن نكتب sort descending أو sort ascending، سهل جدا جدا. لكن بخصوص الفلتر بوكس الذي نحاول إنشاؤه، سيصبح كويري الذي نريد أن نطلبه من سترابي أو الاستعلام الذي نريد طلبه من سترابي كبير نوعا ما ومعقد نوعا ما complex، فبالتالي نحن بحاجة لشيء يساعدنا لكتابة هذا الكويري بشكل يعني بشكل سهل. واسم هذه الباكيج التي سنتعامل معها الآن حتى تساعدنا على جعل الكتاب كويري وثم جعله سترينجيفاي بهذا الشكل وثم إرساله لسترابي اسمها QS. فبالتالي سنذهب الآن لمشروعنا هنا ونكتب NBI install QS، سهل جدا، هكذا اسمها، بسيطة جدا، وأعتقد QS يعني Query Stringify. ثم سنذهب للبيج إندكس، إلى الصفحة الرئيسية التي وضعنا فيها الكويري، أين هو؟ التي وضعنا فيها الفلتر بوكس هذا، هنا في الأعلى سأقوم بجلب import QS from QS، الآن سأستخدمها، وهنا بكل بساطة بداخل الـ get server side props، هنا يجب أن أجلب هذه السورت التي قبل قليل قمت بإنشائها أو قمت بتمريرها للرابط من خلال، إذا قامت زائر بالنقر هنا أو هنا مرر السورت، هذه السورت أريد أن أحصل عليها، فكيف ذلك؟ فإذا نفس الشيء من الكونتكست، بنفس طريقة حصولنا على البيج يمكن أن نحصل على السورت، فإذا هنا سأكتب سورت، وثم من كونتكست من كويري نريد أن نحصل على كويري السورت الذي وضعناه يساوي descending ascending. طبعا إذا لم يدخل أي شيء فأنا سأعتبر الترتيب بشكل أوتوماتيك بشكل افتراضي descending، يعني من الأحدث للأقدم. ممتاز، الآن يمكن أن أنشأ فعليا كويري الآن بهذه الأشياء التي أحتاجها من هنا، مثل معلومات الباجينيشن والسورت حاليا. فيمكن أن أنشأ كويري بارامز، وهو عبارة سيكون عبارة عن object، وبداية سنبدأها بالسورت، فسنقول أن نريد فعليا أن السورت حسب تاريخ التحديث وقيمة هذا قيمة هذا السورت ستكون هي نفسها قيمة السورت التي أدخلها المستخدم باليورل، يعني بالكويري، فهذا هو. وأيضا أريد تمرير
المعلومات الباجينيشن التي أيضا قد يمررها الشخص مع مع التصفية الخاصة به مع البحث عن الأقدم للأحدث، أن يقوم أيضا بالحصول على الصفحة الأولى والثانية والثالثة. فأحتاج أيضا أن أمرر الباجينيشن، فسأمرر البيج سايز الذي أنشأناه قبل في الفيديو السابق، وأيضا البيج الذي سيكون تساوي قيمته الكرنت بيج. فإذا الآن أصبح لدي هذه الكويري برامز. كيو اس الآن تساعدني بجعل هذا عبارة عن string، والشيء الذي سأقوم به سأكتب هنا build query string حتى أرسله عبر الـ URL لسترابي، وهنا سأعطيه عفوا بداية سأنشئه، فإذا query string والذي سيكون يساوي QS stringify. سأمرر لها الـ query params التي أنشأتها قبل قليل، وهنا بعد الـ query params يمكن أن أعطي option لـ query string يمكن أن أعطي ذلك option عفوا function QS stringify، أو يمكن أن أتركها كهكذا. سأتركها الآن، وبكل بساطة هذا الكويري يجب أن أمرره للـ API هنا الذي لدي. فأحتاج فعليا نقطة جديدة، أنا أقوم ببناء نقطة جديدة، فسأبني نقطة جديدة الآن سأسميها get all with query وليس with pagination، وهنا سأمرر لها الكويري string. طبعا أنا لم أنشئها بعد، فسأقوم باستيرادها في الأعلى هنا وأنشئها. فإذا get all with query، وسأذهب إلى الـ API هنا recipe، ونقطة get all with pagination سأقوم بنسخها، وهذا سأقوم بنسخها ولصقها. سأسميها هذا get all with query، وفقط تحتاج الـ query سيكون عبارة عن function يأخذ الـ query، ومن هنا سنأخذ الpopulate thumbnail، لكن بخصوص الباجينيشن لا نحتاجه لأننا سنمرره من الكويري، والسورت أيضا لا نحتاجه هكذا، فقط سنمرر الكويري بهذا الشكل. فعليا أنا سأكتب هنا كويري، فقط نحتاج تمريره بهذا الشكل. سأقوم بحفظ هذا الملف وأيضا حفظ هذا الملف، ولنرى ما هل يوجد أخطاء. لا يوجد أخطاء، فإذا يبدو أن لا يوجد أخطاء فعليا. سأذهب للرئيسية، أمسح كل شيء من الرابط هنا. فإذا الآن الترتيب من الأقدم للأحدث، فإذا لاحظوا فعليا أعادت لي سترابي هنا الوصفات من الأقدم للأحدث. جيد، أيضا لو ذهبت بالعكس من الأحدث إلى الأقدم، لاحظوا بالنسبة للتاريخ التحديث هذا يعني بتقريبا بشهر 5، أما من الأحدث للأقدم لاحظوا ظهرت لي هذا بتاريخ شهر 6. فإذا فعليا الآن الخاصية التي قمت بها تعمل فعليا. بقي بعض النقاط أريد الاهتمام بها قبل الانتقال للدرس القادم، ولا تقلقوا إذا لم تفهموا الفكرة لأنني سأعيد شرحها مرة أخرى بعد الانتهاء من هذه النقاط هنا. النقطة التي أريد التحدث عنها هي أن بداية أنا مثلا قمت بالترتيب من الأقدم للأحدث، جيد، لكن إذا قام الشخص بالنقر على التالي، التالي لن يأخذ الترتيب من الأقدم للأحدث، لن يأخذ sort descending، سيأخذ sort ascending. لن يأخذ الترتيب هذا، عفوا العكس يعني، لن يأخذ هذا الترتيب، سيأخذ الترتيب الافتراضي فعند الانتقال من الصفحات، لأن تلاحظوا سيتغير هذا كله، هذا الرابط سيتغير، لن تبقى هنالك sort بالكويري. فنحن نريد عندما ننتقل بالصفحات هكذا أن يبقى السورت كما هو، كما حدثه المستخدم، ولكن الترتيب وترتيب الصفحات أو الباجينيشن يضاف له، فيصبح لدي هنا في الأعلى two queries، الأول هو السورت والثاني هو البيج. هذا الشيء الذي أريد الاهتمام به الآن. فكيف ذلك؟ بكل بساطة سأذهب لكمبوننت الباجينيشن، فذن كمبوننت باجينيشن، وفي الأعلى سأقوم باستيراد use router from router، وهنا سأكتب configure router، وسنجلب router من use router، سننشئ instance من router، وأيضا سنجلب query، الكويري السابق الموجود، الكويري السابق الموجود مسبقا قبل تطبيق الباجينيشن، الذي سيكون هو router.query، وأعتقد فقط هذا هو. فهنا عندما ننتقل بين الصفحات، مثلا ننتقل للpreview page،
فالشيء الذي نريد أن نأخذه هنا، نريد أن نأخذ الكوير السابق ونضيف له كويري البيج، فسأكتب هكذا فقط. فأنا فعليا أقوم بديستراكشرينج للكويري أوبجكت، فإذا كان فيها كويري آخر مثلا سورت سيرش أي شيء سيأخذه ويضيف له البيج. ونفس الشيء هنا بالنسبة للبيج نمبر، ونفس الشيء بالنسبة للنكست بيج. فإذن الآن لنرى كيف يبدو ذلك، هل يوجد خطأ؟ يبدو يوجد خطأ، لنرى ما هو الخطأ. الخطأ أن يوز راوتر ليست من راوتر، نعم ليست من راوتر، من قال أنها من راوتر؟ هي من نكست راوتر، لكن أنا أخطأت. فإذن ها هي، ولنرى. فإذن لاحظوا الآن سأقوم بالرئيسية مجددا لمسح كل التغييرات. فإذن الآن الترتيب من الأقدم للأحدث، جيد؟ فإذن هذا هو من الأقدم للأحدث، لدينا هنا شهر 5/5، فإذن ممتاز. الآن لو انتقلت للصفحة التالية، لاحظوا أضاف ذلك الكويري هنا في الأعلى، فإذن لاحظوا، فالآن أصبحنا الآن شهر 6 هنا، فإذن ممتاز. إذا ذهبت إلى التالي، لاحظوا أيضاً ممتاز، فإذن السابق، فإذن أنا ما زلت بالترتيب ascending وأيضاً بترتيب البيج، إذا لاحظتم ذلك، فإذن ممتاز. فاستطعت أن أقوم بالاحتفاظ بالكويري كويري الباجينيشن وأيضاً كويري السورت. أيضاً المعلومة الثانية هي أن عندما يقوم الشخص بالنقر على الترتيب من الأقدم للأحدث، فأنا أريد أن يعني أن ألون هذا أو أوضح للمستخدم أن فعلياً هذا الشيء الآن موجود، أنك ترتب من الأقدم للأحدث أو من الأحدث للأقدم. فكيف ذلك؟ إذن بكل بساطة بداخل الفلتر بوكس الذي لدينا هنا في الأعلى، أيضا سنجلب من الأعلى import use router from next router، وهنا بالكومبوننت الخاصة بنا هذا سأقوم بإنشاء instance من هذا use router، وأيضا أريد جلب الراوتر كويري. فإذا كان كويري، فإذا كان الكويري هنا الموجود الحالي موجود فيه sort، فهذا يعني ماذا يعني؟ طبعا يجب أن أكتب هنا كويري sort هكذا. طبعا إذا كان فيه sort هذا الراوتر، طبعا بداية الكويري سيكون عفوا فقط الكويري سيكون راوتر كويري، لكن إذا أردت الحصول على sort فيجب أن أكتب هنا sort. فهنا مباشرة يمكن أن أكتب هكذا sort وتساوي راوتر كويري sort هكذا. فإذا كانت sort فعليا موجودة، جيد، وكانت تساوي ascending، فهذا يعني أنا يجب أن أحدد زر الascending، غير ذلك يجب أن أحدد زر الdescending. فهنا أنا الآن بزر الascending، فهنا يمكن أن أضيف class name، وبداية سيأخذ styles section button، طبعا هذه small letter. وأيضا إذا كان فعليا السورت يساوي ascending، فأنا أريد إضافة هنا styles active، سأضيف الآن هذا الstyle، غير ذلك فلا شيء، سأمسح هذا طبعا. وهنا سأقوم بنسخ هذا الclass name نفسه وأضيفه هنا، سأمسح هذا، وهنا سأكتب إذا كان يساوي descending. طبعا بالستايلات، أين هي الستايلات؟ فإذن ها هي الستايلات. فبالنهاية هنا سأضيف class active، سأعطيه background var primary color و color white. فإذن الآن لنرى كيف يبدو ذلك. طبعا الباكجراوند color كتبتها خطأ، background. فإذن الآن لاحظوا المحدد في الأعلى ascending، و فعليا تم تحديد هذا. إذا قمت بالنقر على هذا، لاحظوا سيتم تحديث الترتيب من الأحدث للأقدم، وتم ترتيب هذا، جيد. فإذا كنت أنا من الأحدث الأقدم مثلا وقمت بالذهاب للصفحة 2، لاحظوا أيضا تم تحديدها. إذا عدت إلى الترتيب من الأقدم للأحدث فقط sort ascending وهكذا. فده ممتاز، فاستطعت أن أنتهي من هذا الموضوع، فإذا شيء جيد. لم ننتهي بعد موضوع السيرتشنج، أعتقد أننا سننتهي في هذا الفيديو، لكن على ما يبدو هنالك درس آخر في هذا الموضوع. لا تقلق إذا لم تفهم هذا الدرس، لأنني سأوضحه بشكل رسومي على لوح، على هذا اللوح هنا، سأوضح هنا عند في الدرس القادم، وسيكون كل شيء واضح إن شاء الله بالنسبة لك، وأيضا سنطبقه مرة أخرى بعامل تصفية آخر. فنلتقي لاحقا، مع السلامة.